بعد قرار وزير المال رفع سعر صرف الليرة إلى 15,000، ما هي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهكذا قرار؟ ولماذا اعترض رئيس لجنة المال والموازنة؟ موازنة 2022، ما لها وما عليها؟ وهل يمكن أن تؤسس هكذا موازنة لموازنة 2023؟ هل توحيد سعر الصرف شعار أو يمكن إقراره؟ لماذا التأخير بالكابيتال كنترول؟ وهل شروط صندوق النقد الدولي تعيق إقراره؟ وفي السياسة، هل تؤشر الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس إلى أن الشغور أصبح واقعاً؟ ملفات نفصلها في حلقة صوت الناس مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان. وفي القسم الثاني من الحلقة، وبعد بروفة جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ما هي حظوظ المرشحين للرئاسة من خارج النادي السياسي بالوصول إلى قصر بعبدة؟ المرشحان للرئاسة ماي ريحاني وزياد حايك يتحدثان لصوت الناس عن برنامجهما الانتخابي. صوت الناس مع ماريو عبود، الأحد 9:30 مساء مباشرة على الـ LBCI وصوت بيروت انترناشنال.